الله يعافيك. ايش زعلان؟ اي زعلان. افا ليه؟ لانكم ما تحترمون الفقره. افا ايه. والله محترمينها بس مو مبين، مو مبين، اتساهل معكم، اسولف معكم، اطقطق معكم، لكن تاخذون الفقره المنحنى غير جدي ابدا. اعطوا الفقره حقها، نعطي الفقرة حقها كلها سوى، نضحك سوى، نمزح سوى، لكن تغلبون المزح على الفقرة لا، ما اسمح بهالشيء. والله العظيم كشت ما مثل تجي فيها فكاهية وضحكة. فكاهية لكن اعطي التمرين حقه. والله احنا نعطيه. لا ما تعطي حقه، ما تعطي حقه. لا والله بتمرين بالطلبات انا عشان تتمرن انت وياه. لا والله ليه؟ كش اللي ازعلك، تعال كش تعال. ما صار الا خير. تعال تعال اللي بيسولف زين ودعنا كويس. ما زعلان علينا بس. شايف الشباب تمرين بالطلبات، لازم كل واحد ارجع اوقف على راسه عشان يتمرن. ما هو منطق. يوم الخميس. ما هو منطق قبل. يوم الخميس هذا 160. يعني سويتها ترى ما تمرين معك انت تقول الكل. طيب 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 جبر، انت كنت تسولف ولا ما تسولف؟ كنت متحمس معك. سؤال، تسولف ولا ما تسولف؟ كنت مع عد. جاوبني، جاوبني على قد سؤالي. سؤال، تسولف ولا ما تسولف؟ مع عبداه ما سولفت معك. اشوفك تسولف مع عبداه، تضحك مع عبداه. تمارين ما قلنا شيء، لكن عطى التمرين حقه، عطى التمرين حقه، اوكي، لكن الفقره تروح المنحنى سوالف وضحك. لا لا ما يصير. والله ما يرضي نزعلك. ما صار الا خير، انا ما ازعل الا عشان مصلحتكم، عشان مصلحه الفقره. لكن اذا ما صار في تقدير الفقره لا. ما صار الا خير، ما صار الا خير. بعدك الفقره الثانيه احنا ما يطلع الا بنزل جواتي انا. عبد الله من اول انت ما تتمرن، شوف من اول انت ما تتكلم. قعدت تطريح لنا خلاص. تتكلم اكثر من تمرينك يا عبد الله. وترى ترى ترى المات، احنا ليش حاطين لكم المات؟ خلاص تصير. الله يملا سروالي. كمل تمرينك. سروالي بيملا يا اخي. ما له علاقه عبد الله، انت رجلك ما تلمس الارض اصلا في التمرين. التمرين لو انك تسويه صح رجلك ما تلمس الارض. طلع رجلك، طلع شوز انت بكرامه برا المات وسوي. مو لازم دائما تكون داخل. اما شوف البشم، البشم والله العظيم اني اطبق تطبيق ما حد يطبق. البشم لا مالك لو. خلاص عبود التمرين الجاي نثبت الكوتش الجديد. يلا ما صار الخير، التمرين الجاي تحدي والله يعينكم عليه ان شاء الله. ما صار الا الخير. لا لا ما هربت. بيقول شباب ما صار له خير. ما عليه. قطها لعبده. اعطني اياها عشان اقولها. اللي جالس صار. والله كنا سيستم. انا قلت تهددني انت الحين. لا بس يعني ذب بخاطره. تهددني؟ لا مو بتهديد يعني. يلا عطني ذب اللي عندك. شمندر. اللي جالس صار وش ما قطع وخلاها. لا عطني ذب اللي عندك. عصير كوكتيل. كوكتيل لونه كذا. كوكتيل بس هذا كوكتيل عليه ديون. والله حلوه يا زلمه. معجون زين. معجون ولا اعطني شيء. لا خليك.